السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي. ألو، ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. وش قصتك أنت؟ شيخ، تسمع فيا؟ أسمع فيكي. عايشك، الله يرحم والديك. شيخ، الله بالله يعيشك من بعد بالكويت. إذنك، إيه؟ عايشك من تونس معك. شيخ، بالله من بعد إذنك، نحب عندي ديما أوجاع في على مستوى الظهر وفي أسفل الظهر وعلى مستوى الكتف، وعندي أوجاع في الرحم دائمة، وكيف معناه أثناء النوم ديما عندي كوابيس، إني نحلم بالكلاب، نحلم بالأفاعي. والأيام الأخيرة كنت نايمة في بالليل، وصحيت فجأة كنت أقرأ سورة العصر وبصوت مسموع. طيب، انت عارفة ليه ان انت كنت بتقرأ في سورة العصر؟ لا، لان حياة الانسان دايما يعني سبحان الله في خسارة، والعصر هذا يعني طول ما الانسان لو ما اكتسبش اي عمل من الصبح لحد العصر فهو حياته يعني سبحان الله تعتبر في خسر، والله اعلم. الا بقى الذين امنوا وعملوا الصالحات، فحاول انك انت تكوني منهم. فسؤالي الاولاني ليكي، وان شاء الرحمن كل الاوجاع اللي عندك تختفي. بس السؤال إن الاول شاء ليكي، الله. كنت صليتي العشاء النهارده؟ لا، طيب صليت العصر؟ هو بصراحة أنا مرة نصلي مرة ما نصليش. طيب، أول حاجة يا أختي الكريمة، القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين، فأنت إنسانة مش مؤمنة، تمام؟ فأنا إزاي إن أنا تسمعي رقية وأنت إنسانة مش مؤمنة؟ دي نقطة. النقطة الثانية، طول ما الإنسان الصلاة ديت هي عبارة عن إيه؟ يعني عبارة عن إنك أنت عايشة في ظلام ونور. إما إنك أنت تطلعي من الظلام عشان تاخدي من النور وجسدك يشع بالنور، واما انك انت تظل في الظلام. طب لو انت ظلت في الظلام، الظلام ده هو مين؟ هو ابليس. الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، والذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات. انت عايزه تكوني مع مين؟ مع ابليس ولا مع الله؟ مع الله أكيد. اذا اذا اردت انك انت تكوني مع الله جل وعلا فلازم انك انت تحافظ على الصلوات المفروضه ولا تقطعيها نهائيا. دي الحاجه الاولى. صعبه عليكي؟ لا، أنا ديما عندي رغبة في الصلاة، أما ديما عندي فشل دائم. الرغبة طيب، موجودة، أما الفشل دائم هو اللي ديما استعيني موجود، بالله، الفشل استعيني دائم. بالله ولا تعجزي. انت دلوقتي إن شاء سبحان الله. الله مربوطه من ايديك ورجليك، وعدوك ماسكك من كل مكان مربطك، والدليل على ذلك الالام اللي لا تبرح ان هي تفارق جسدك. كل الالام والتعب ده هو مربطك، فانت عشان تصلي تحس انك انت شايله جبل وراح تصلي. انت عايزه تصلي بس جبل كده عشان تصلي. انا بيك انك انت تقولي ايه؟ انا هخش على الجبل ده وحرميه، يا اما ان انا حارمي نفسي عليه. بس ده المطلوب منك، مقاومه. فانت لما تخش تصلي هتمسكي ابليس من رقبته وتغصبيه ان هو يصلي، انت تصلي وهو يقف يلطم على وشه. تبغي تخلي ابليس يلطم على وشه، ولا تبغي تخلي ابليس يقعد جواكي وياكل معاكي ويشرب معاكي ويعملك زي العربيه، روح شمال روح يمين، تحركي شمال تحركي يمين، لا احتنكن ذريته الا قليلا، ربما انه يتكلم من بقك كده وتقعدي تتكلمي مع جماعه وتفكر ان انت اللي بتتكلمي بس الشيطان هو اللي بيتكلم منك. وش تختاري؟ أكيد ألكم الشيطان. طيب يا استاذه، يعني احنا، انت متجوزه ولا مش متجوزه انت؟ أنا مطلقة. اسال الله عز وجل ان يزوجك، قول امين. آمين. طيب يا استاذه، يعني ان شاء الرحمن هتحافظ على الصلوات المفروضه؟ بحول الله تعالى إن شاء الله. طيب، اللهم اشف همتك تنكي عدوك وتمشي الى صلاه، اللهم اشف همتك تنكي عدوك وتمشي الى صلاه. في اللحظات اللي انا بكلمك فيها دهيت هتبص تلاقي ان في هواء بارد وبروده بتمسك ظهرك، ان شاء الرحمن في بروده دخلت في ظهرك الان. صحيح، ونحس في جسمي يرعش. طيب، البروده اللي دخلت في ظهرك ديت هتبص تلاقي ان هي بتمشي في جسمك كلها وبتتحرك في جسمك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم بما كنتم تعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم.
قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك هو الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قولي بسم الله يا أستاذة. بسم الله. حركي ظهرك. نعم. ما عاد في ألم نهائيا. تقريبا مش الألم، ما تزالش ألم كامل، جزئيا يعني. جزئيا ازاي؟ يعني أسفل الظهر ما زال فما ألم، قولي بسم على الله. الظهر لا. بسم قولي بسم الله الله. انت بس ما بسم ترفعيش الله الكم لفوق. قولي بسم الله. بسم الله. ما تورينيش اللمبة بتاعت صفحك يا أستاذة لو سمحت. بسم سامحني. الله. بسم الله. انت عارفة ظهرك من الأسفل الآن في نبض جديد، صحيح؟ نعم. الآن هتبص هتلاقي النبض ده اتحول لبرودة، برد ظهرك الآن. صح. حركي ظهرك، ما راح تلقي ألم أسفل الظهر خلاص. خلاص ما فيش ألم. طيب إذا مين الذي شفاك الآن؟ الله عز وجل. يبقى إذا شفت ربنا سبحانه وتعالى يأتي منه إيه؟ يأتي منه الشفاء والرحمة، وإبليس اللي أنت كنت موجودة معايا يأتي منه المرض والتعب. فبيك انك انت تقومي دلوقتي تصلي صلاة العشاء، وتحاول انك انت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تحاول انك انت الله عليك. تحافظي على الصلوات المفروضة فوقتها حتى يحفظك الله جل وعلا. اوكي، إن شاء الله بحول الله تعالى. مشكور جدا شيخ، الله يرحمه مع ويعطيه. السلامة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله.